احنا اخذنا سابقا هذه الدالة صح؟ انه انا بدي اجمع رقمين سميتها sum two numbers، اديتها الرقم الاول والرقم الثاني وبدي اطبع المجموع، تمام؟ هجيت تعريف هذه الدالة زي ما تشايف قوسين فاضيات، تمام؟ اقرب لك الموضوع اكثر. انت عند لما تستدعي داله البرنت ممكن استدعي البرنت وما اديلوش ولا حاجه، ايش راح يسوي؟ ايش راح يطبع؟ سطر فاضي، تمام؟ وممكن احكي له احط له رساله يطبعها، حلو، فايش حيطلع معايا؟ بالضبط، هاي سطر فاضي وهاي الهلو، تمام؟ فبالتالي اللي انت بتلاحظه هنا انه انت عندك في دالة البرنت انه مرة ما مررت لهاش ولا حاجة، ومرة مررت لها، هذا بنسميه argument. ايش هو الارجمنت؟ هو عبارة عن باراميتر او معامل انت بتمرره للداله، باراميتر او معامل انت بتمرره للداله. الان استدعاء الداله هذه كيف بستدعيها؟ هاي بستدعيها زي هيك، لما اشغل دخل طلب الرقم الاول 3 وهنا 4 طبع لي الناتج، تمام؟ الان احنا بدنا نعيد كتابه الداله، وايش بدنا نسوي؟ هذول الارقام بدل ما انا ادخلهم هنا بدي امرنهم كبارامترز. ركز معايا ايش حسوي انا، فحعمل هنا ان واحد وهنا ان اثنين، وهاي الجمله ببطل فيها الهلزمه. معناته ايش معنات هذا الكلام؟ انا بعرف داله هاي اسمها، كم بارامتر راح تاخذ؟ تو بارامتر، تمام؟ وتروح تطبع لي المجموع تبعه اللي هو ان واحد وان اثنين اللي هم انت مررتهم. وهنا في الاستدعاء بدل ما انت تدخل في الكيبورد بدك تمررهم هنا، بتروح تحكي هنا ثلاثة وأربعة، تمام؟ ممكن أدخل بس وين حيكون؟ خارج الدالة وحيتمرروا كبارامتر، تمام؟ هاي بدي أعمل الإدخال خارج الدالة، هاي هنا بدي أحكي إنه الإكس بتساوي input أو integer بالأول، وهنا الواي هنا في الاستدعاء ايش راح اسوي؟ ايش راح اعطي له؟ اكس واي. يبقى هنا صار انا عندي ادخال في الكيبورد، بس هنا انه اللي اختلف في الموضوع انه انت مررتهم كبارامتر للداله هنا، وهي بتعمل لك عملية الجمع، تمام؟ شوف كيف في التشغيل. هذا الاستدعاء الأول السبعة هاي ناتج من وين؟ two numbers 3 و4. وهنا أنت بدك تدخل الإكس والواي وبعديها بدك تستدعي الدالة مع الإكس والواي. خلينا ندخل مثلا 4 و5 بيطلع معي 9، تمام؟ فهنا ان واحد وان اثنين هذول عبارة عن arguments،
أو في لهم اسم تاني اسمهم باراميترز، معاملات للدالة. يعني بمعنى آخر ممكن الدالة ما تأخذش ولا إشي، تمام؟ فبالتالي بيكون القوسين فاضيات وممكن تأخذ باراميتر. سهل لك الموضوع أكتر، أدي لك مثال تاني ممكن تستوعب الموضوع أكتر. بدي أك تكتب دالة، نص السؤال زي هيك بيكون، بدي أك تكتب دالة تأخذ اسم شخص وترحب فيه. يبقى هنا الديف ويلكم، وهنا زي ما تعودنا input أو name بتساوي input وهنا بنعمل print hello name. تمام؟ وممكن شو أسوي؟ بدي أعرف دالة تانية باسم مختلف، خلينا نسميها greeting. بدي أعرف الدالة التانية وبستدعيهم التنين سوا. شو رح تأخذ؟ هنا بتأخذ باراميتر name، هنا بتأخذش ولا شيء، هنا بتأخذ name. تمام؟ مدام خلص هذا أخذته جاهز، ما فيش داعي للجملة هذه. وشو بعمل؟ إنه print hello name، تعمله input برا الدالة. حورجيك كيف الاستدعاء. لقيت هدول، تخيلت كيف شكلهم؟ تمام؟ مستوعب الفرق بيناتهم؟ تمام. الآن نيجي للاستدعاء. إيش بدي أستدعي الآن؟ بدي أستدعي الدالة الأولى تبعت الويلكم. هل بتأخذ باراميتر؟ لا. تأخذش باراميتر، بنفعش إن أنا أحط لها باراميتر. هاي شوف كيف في التشغيل. على طول شغل الكود وجابني على الجملة هذه input what is your name أحمد، بطبع لي هلو أحمد. طب شوف الدالة الثانية بدي أستدعيها. لو خليتها فاضية إيش بطلع؟ أنا عندي فيش اسم. شوف تعريف الدالة، شو بتاخد؟ نيم. هنا لو أنا مررتها بدون ما تاخد باراميتر شو راح يصير؟ ايرور. هذا الاستدعاء الأول أحمد. الاستدعاء الثاني بيقول لي greeting، فينا عندي type error، فينا عندي missing one required propositional argument. خلاص أول ما تشوف argument name، أول ما تشوف argument اعرف انه هو عبارة عن شيء متعلق في الدالة، باراميتر انت حتمرره للدالة. فبقول لك name هذا missing، مش موجود، بيقبلش استدعاء بدون ما انت تمرر له اسم. فبتقول ماشي اوكي، بروح بمرر له هنا احمد. فاحمد هذه ايش راح تسوي؟ راح تروح للنيم، وكانه بمعنى اخر كانه انت بتسوي، تخيلها زي هيك، انه النيم بتساوي احمد. في الحركه هذه الفاليو احمد راح تروح للمتغير نيم، وكانه حيصير النيم بتساوي احمد بهذا الشكل. تخيل كيف؟ تمام؟ فبالتالي قيمة النيم هنا قديش؟ من وين أخذها؟ من الاستدعاء هيو أحمد، وحيطبع لي أحمد هنا. خلينا نحط اسم تاني غير أحمد، علي مثلا، لأنه هنا أنا حدخل أحمد، فعشان تعرف إنه what's your name أحمد. وهنا هاي الاستدعاء التاني هلو علي. من وين جاب الفاليو؟ هنا. زميلك بيقول انه طب مدام هيك خلاص بنفعش بالكيبورد، بدك ترحب بسمير، بدك تضطر تسوي زي هيك، تروح انت تستدعي الدالة هذه وتكتب سمير، وهي شغل. الاولانية
بطلب مني انبوت، هذه دالة الويلكم احمد، وهنا هلو علي وهلو سمير. بقول له لا، ممكن انه انت تدخل انبوت، بس الانبوت هذا وين بدك تعمله؟ برات الدالة. فهنا قبل الاستدعاء الثالث ممكن نسوي نيم بتساوي انبوت بليز انتر يور نيم. وهنا لما نستدعي الدالة ايش حنعطي له؟ هذا النيم انا اخذته انبوت من الكيبورد، تخزنت الفاليو في هذا المتغير، ولما استدعيت مررت هذا المتغير، القيمة اللي هنا حتيجي هنا وحيطبع لي. تمام؟ فبالتالي هاي الاول احمد، حيطبع لي احمد علي سمير، وهنا كيف؟ مش سامع. ليش ايش؟ عشان انت تشوف تتبع البرنامج. تمام؟ طب ما هيو استدعاء، هيو هنا موجود. ما انا النيم هذا لسه انا مش مدخله، النيم هيو موجود تحت. انت عارف ايش بتسوي؟ وكأنه انت بتيجي بتقول له هنا، انه برنت اكس، بتقول له الاكس بتساوي 10. لا، اكس بتساوي 10 وبعديها برنت اكس. الموضوع بسيط. تمام؟ احنا حكينا انه الدالة الميزة تبعتها انه استدعاء اكتر من مرة، هاي استدعاء مع علي وهي استدعاء مع سمير. المرة الثالثة استدعيت مع متغير القيمة تبعته اخذتها من الكيبورد. بسيط الموضوع. ايش يعني تابعة؟ تستدعي دالة جوا دالة؟ ممكن، ولكن احنا بنحكيش في النقطة هذه، أنا بحكي في نقطة إنه أنا بشرح بوضح في نقطة إنه الفرق بين هاي وبين هاي، إنه هذه بتاخدش باراميتر، هذه بتاخد باراميتر. تمام؟ هذه اللي بتاخد باراميتر، الباراميتر اللي ممكن إنه أنت تمرره هيك في الكود مباشرة، تستدعي الدالة وتكتب القيمة تبعت الباراميتر هذا بشكل مباشر. زي ما أنا عندي هنا string علي وسمير، وزي ما انا في عندي هنا في الارقام حطيت 3 و4 بشكل مباشر. تمام؟ الان انت بتقول انه القيم هذه حدخلها في الكود، معناها انا مش حقدر اغير، مش حقدر اخلي المستخدم انه هو يدخل، صح؟ اه صحيح. بينفع تعملها انبوت هنا؟ بينفع تعملها انبوت هنا، اه، بس الكود بيكون اسهل للفهم. انه انت ايش تسوي؟ تقول الاكس بتساوي انبوت والواي بتساوي انبوت، وتستدعي الداله مع الاكس والواي. طب ليش مثلا من الاول استدعيناها مع الاكس والواي؟ من عشان اورجي لك الفرق، انه انت ممكن تستدعيها 3 و4 مباشر، وممكن انه انت تستدعيها بالضبط. وزي كانه انا بقول لك انه انت هنا ممكن تقول لي برنت 14 او 13، هيك انت عطيت له قيمة بشكل مباشر، وممكن تقول انه y بتساوي 13 بعديها print y. حالتين ممكنات، هاي اللي بدي اياك تفهم، يعني انه انت تفهمه. انا بشرح مفهوم يا استاذ، ما انا بكتبش برنامج، يا استاذ، انا بشرح بالكود. ما تيجي تقول طب خلينا نعمل هذه فوق وهذه تحت، لا، افهم المفهوم وبعديها حاطي لك مثلا، اقول لك اكتب برنامج بيعمل 1 2 3.
علي لي صوتك. هاي مش هذا استدعاء للدالة؟ كيف؟ يا أستاذ أنت عند الاستدعاء روح طلبت هذه الدالة، قال لك الدالة هذه معرفة فوق، بروح بقفز هنا تمام؟ وبروح بستدعي الدالة وبعديها بكمل الكود. يعني في سطر 15 إيش بيصير؟ زميلك بيسأل بقول إنه أنت مش معرف الكود من فوق لتحت، طيب كيف عرف إنه هذه علي وهذه أحمد؟ لأنه هنا معرف متغيرات بشكل عام. إحنا بنحكي إنه الدالة هي عبارة عن كود ممكن تعيد استخدامه. بضبط معك مع أي استدعاء. الاستدعاء أنت عندك تحت. إجيت هنا في سطر 15 استدعيت الدالة وإيش أديته؟ هذه القيمة علي. إيش بروح بسوي؟ البايثون انتربريتر المفسر تبع البايثون بروح بقفز على سطر وين؟ على سطر 10 وين ما أنت معرف هاي الدالة تمام؟ إيش بروح بحكي؟ أنت مرر علي يبقى خلاص النيم بتساوي علي. القيمة الموجودة في النيم هي القيمة اللي مررها اللي مررتها أنا هنا في الدالة في سطر 15 علي، فبالتالي هنا النيم بتساوي علي، فبالتالي هنا لما يجي يطبع هلو نيم القيمة اللي حتكون موجودة هنا علي. وين بكمل؟ برجع على سطر 16 وين ما أنت كنت واقف. خلص خلصنا استدعاء الدالة في سطر 15، رحنا فوق نفذنا الكود تبع الدالة وبدنا نرجع وين ما توقفنا. وين توقفنا احنا؟ في سطر 15. ايش اللي بعده؟ 16. استدعيت الدالة كمان مرة. كيف؟ هلو سمير. حيقفز وين؟ على سطر 10 وحالمرة هذه النيم بتساوي سمير، فهيطبع هلو سمير وينزل تاني على سطر وين؟ 17. كيف؟ سطر 11. هذا مش هيتنفذ إلا مع الاستدعاء. يبقى هنا حكينا الكلام هذا مرارا وتكرارا، يعني هنا هاي الدالة تشوف علي هاي الدالة شغلها ايش طبع سطر 2 ولا حاجة. انت مستدعي؟ لا، هذا الكود بيتم تنفيذه عند الاستدعاء. فتعريف الدالة انت ما تتخيلش انه البايثون بيمشي بشكل متسلسل، هذا تعريف للدالة، كود مخزن متى بيتم استخدامه؟ احنا بنحكي تعريف الدالة هو عبارة عن كود بتعيد استخدامه. متى بيتم استخدام الدالة؟ عند الاستدعاء تمام؟ إذا لغينا الاستدعاء مش هيتنفذ هذا الكود تمام؟ واضح يا شباب؟ مفهوم؟ مين اللي حكى؟ نفسي يا جدع. أعطينا سؤال وحله مرتب. أعطينا سؤال وحله مرتب. سؤال أصغر من هيك؟ سؤال أصغر من هيك؟ باراميتر يعني مش واضح بالنسبة لكم؟ مش واضح؟ كيف؟ ثواني حجاوبك على السؤال. ثواني زميلكم بيسأل انه احنا ليش بنوجع راسنا
تمام، خلينا في يعني زي الاول حلوين وكويسين وخلص بناخذ الانبوت جوا الداله. تمام، هجيت سؤالك يعني سؤال مهم. ليش هجيت؟ اذا انت كل مره انه انت بتمنعني من تمرير باراميتر والقيم اللي انا بدي اياها بدي اخذها هنا جوا الداله، انت بتربطني بتقيدني. لانه احنا حكينا في اول فصل البايثون ايش المنصات اللي انت ممكن تكتب فيها، يعني انه ممكن تعمل عليها برامج في البايثون؟ ويب، ديسكتوب، وموبايل، صح؟ هجيت انت عملت هذه الداله وانت بتدعي انه الداله هي عباره عن كود قابل لاعاده الاستخدام، اطبق اللابتوب يا استاذ، ما فيش داعي اذكرك كل محاضره انه انت تطبق اللابتوب. تمام، هلقيت انت بتدعي انه هذه الداله قابله لاعاده الاستخدام، صح؟ انه هذه الداله ايش بتسوي؟ بترحب باسم معين، او هذه الداله بتطبع لي مجموع رقمين. هجيت انت لو عملت الانبوت جوا هنا، تمام، الانبوت وين حيجي؟ كيبورد كوماند لاين، كوماند لاين سي ال اي انترفيس اللي هي هاي الشاشه، او بالاحرى هاي الشاشه، هاي البرومت زي هيك، هذه داله الانبوت وين بتاخذ لك من الكيبورد. طب فرضا انا عامل التطبيق هذا بيشتغل على الويب وبدي اخذ قيمه في حق ال HTML، انت اكيد مرت عليك صفحات انه بقول لك دخل الاسم. انت لما اجيت قدمت طلب التحاق في الجامعه كيف قدمته؟ على الويب. مش في عندك هنا حقل الاسم بتروح تدخلت اسمك؟ وين دخلته؟ دخلته على شاشه زي هذه ولا دخلته على البراوزر؟ على البراوزر. فبالتالي طريقة الإدخال بتختلف حسب البيئة اللي راح يكون يشتغل فيها البرنامج. فأنت كونك أنه أنت بتخلي المتغيرات تبعتك تاخدها فقط عن طريقة الانبوت، أنت فعليا بتربطني، بتخليني فقط أستخدم هذا البرنامج وين؟ في الـ CLI. إيش الـ CLI؟ مين يحكي لي؟ حاجة أخذناها في أول الفصل، command line. command line إيش؟ information interface. command line interface. تمام؟ إيش الـ CLI؟ command line interface. هي واجهة. تمام، ما تخيلش الواجهات هي عبارة عن أزرار ومنيوز وشغلات زي هيك، مش دايما الواجهات إنه بتكون زي هيك. مش هذا تعتبر واجهة؟ بس هذه الواجهة إيش طبيعتها؟ كوماندز، دخل كوماند بيطلع لك نتيجة. يعني هنا أنا بدي أشوف محتوى المجلدات اللي موجودة عندي في كوماند ألاس. هاي المجلدات الموجودة في هذا المكان، هذه كوماند لاين. في انت عندك حاجه تانية اسمها جي يو اي، جرافيكال يوزر انترفيس، برضو واجهه، بس واجهه رسوميه. واجهه رسوميه هذه مش واجهه رسوميه، هذه عن طريق الاوامر. هنا بدك تشوف محتويات مجلد معين، هاي بتروح وين؟ هاي المجلدات، تفتح ويندو زي هيك وبيكون في عندك ايقونات ورسومات بتبين لك انه هذه مجلدات وهذه ملفات. بدك تفتح هذا المجلد تعمل عليه دبل كليك، تمام؟ فهلقيت انت في دالة الانبوت ايش بيصير؟ انه انت دائما بتربطني انه البرنامج هذا يشتغل فقط على وين؟ CLI command line interface. تيجي تشغله على الويب
بقول لك لا هذه الدالة ما بتنفعش، وهذا بيتعارض مع مبدأ إنه الدالة هي عبارة عن كود قابل لإعادة الاستخدام. اطبق اللابتوب يا أستاذ. بيتعارض مع مبدأ إنه الدالة هي عبارة عن كود قابل لإعادة الاستخدام. ما دام أنت مش قادر تستخدمه في الويب يبقى خلاص. هاي الدالة عديمة الفائدة. فهذه الشغلة كتير مهمة في البرمجة، إنه أنت يكون في عندك إمكانية في الدالة إنه أنت تمرر باراميتر. والله الباراميتر هذا أنت برا الاستدعاء، برا الدالة يعني. أخذته من الكوماند لاين إنترفيس، أخذته من جرافيكال يوزر إنترفيس، أخذته من الويب، بهمنيش. خده ومرر لي. واضح يا شباب؟ مفهوم؟ مش مفهوم صح؟ سي ال اي مش مش اكواد برمجيه، كوماندز. نعم ليه الواجهات الويندو تبعتك اللي انت بتتعامل معها، تمام؟ بدك تتعامل مع الاوفيس هيو من خلال واجهه رسوميه. بدك تشوف المجلدات هيو، تفتح انت عندك برنامج انه في واجهه ويندو، تمام؟ انت بدك هنا محرر او تكست اديتور. هاي انت عندك تكست اديتور هاي، بتقدر تفتح هنا منيو، تمام، وتشوف خيارات هنا زي هيك وتكتب بهالسهوله هذه. هاي جت هنا في عندك اديتور عافي موجود، حابب تشوف شكله؟ ليش؟ شايف الإديتور وينه؟ شايف ولا مش شايف؟ كيف؟ هذا إديتور على السي ال اي، تمام؟ بدك تطلع تعمل كنترول اكس، تمام؟ واضح الفرق بين الواجهة الرسومية والسي ال اي؟ دالة الانبوت دائما بتاخد القيم من وين؟ كيبورد من خلال سي ال اي. واضح لو سالتك في الامتحان ليش احنا بنمرر باراميترز للداله؟ واضح ليش احنا بنوجع راسنا؟ بالضبط، انت بتدي لك مرونه انه انت بتعمل استدعاء بغض النظر عن الواجهات. اما اذا انت ما مررتش وحددت طريقة معينة في الإدخال زي الانبوت، خلص أنت ربطتني، قيدتني بإنترفيس معينة. موجودة. كيف؟ ما هو أنت يا أستاذ لسه أنت ما أخذت، إحنا لسه بناخد مفاهيم البايثون. تمام، انت في عندك امكانيه انه انت تكتب كود بايثون على مستعرض، بيكون انت عندك واجهه الاستخدام من خلال المستعرض، فبالتالي ممكن تاخذ قيم من هناك. صحيح. يا استاذ انت ما عمرك شفت واجهه بتدخل فيها الاسم على الويب؟ بتشوف. طيب ما هو هذه الدالة مش معانا الآن في الهاي، يعني مش معانا، مش هناخدها، تمام؟
انه دالب argument. دالة باراميترز ودالة بدون باراميترز. طيب اكتب عندك اكتب دالة خلينا ناخذ التمرين من حرحل لك اياه حنرجع لك حنرجع اكتب داله لادخال ثلاث ارقام وطباعه الرقم الاكبر بدك تعمله داله تمام بدك تعمله داله كيف لا هذه 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 بدك تعملها بدون باراميتر نص السؤال الثاني تمام هذه راح تكون بدون معاملات لما احكي لك باراميترز او ارجمنتس ترجمتها بالعربي معاملات هي هاي بدي اكتب لك اياها هنا without arguments حكيت نص السؤال الثاني يعني نص السؤال لما انا بدي اياك انه باراميتر بقول لك هنا شوف نص السؤال اكتب برنامج اكتب عفوا دالة لتمرير ثلاث أرقام وطباعة الرقم الأكبر شفت الفرق؟ تمرير معناها هنا باستخدام معاملات بمعنى آخر with param أو arguments حل لي السؤال هذا بالأول تمام وبعديها هنحل السؤال الثاني وانت حتشوف الفرق هنحلهم واحدة واحدة حل السؤال الأول ونشوف كيف استدعاءاته ونحل السؤال الثاني ونشوف كيف استدعاءاته طيب خليك معي يا أستاذ امنع الكلام حقيقة أنا بدي أفصل لك إياهم في ملفين منفصلين عشان أنه انت ما يصيرش في عندك لخبطة فهنا max function هذا بدي أسميه واحد وهنا max function اثنين نفس المسألة بالضبط تمام بس واحدة باراميترز وواحدة بدون باراميترز نيجي الآن بدون استخدام باراميترز فبنعرف الدالة def تمام شو بتاخد او شو بدنا نعمل فيها بناخد ان واحد تمام وبعديها باجي بحكي هنا اف
ان واحد اكبر من ان اثنين and ان واحد اكبر من ان ثلاثة. واحنا اتفقنا انه في حالة التساوي انه ممكن انه احنا نعملها بشكل مباشر زي هيك، ساعتها برجع ان واحد الف. ليش؟ لانه في عندي لسه حالة ثالثة. تمام، الف انه نجرب هنا في نفس الكلام، ان اثنين اكبر من او تساوي ان واحد and ان اثنين اكبر من او تساوي ان ثلاثة، ساعتها بطبع ان اثنين else. بس هذا كلام بسيط، يعني انه انت مجرد انه انت تحطه في دالة، حقيقة الدالة هذه شغل ما فيش حاجة، فيش استدعاء. كيف بدك تستدعيها؟ جسيم. تمام؟ فهنا ثلاثة ستة اثنين ستة. تمام. بدك كمان مرة، هاي كمان مرة. ثلاثة واحد تسعة يطلع لي تسعة، هاي الاستدعاء الثاني. ناقص أربعة ناقص عشرين تسعة عطاش أو تسعين، بيطلع معي تسعين. بدك نجرب أرقام متساوية، ثلاثة ثلاثة واحد بيطلع ثلاثة، اثنين 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 بيطلع اثنين. كيف؟ حقيقة هذه انت مستوعبها؟ تمام؟ خلاص بدنا نيجي نحل الثانية. نيجي نحل الثانية، عارف هذا ايش حسوي؟ حنسخ لك اياه نسخ، ركز معايا ايش حسوي بالضبط. حنسخ لك اياه نسخ. وين احطه؟ هاي في المسألة الثانية، اكتب دالة للتمرير مش لإدخال. تمام؟ وهنا كاتب لك انه with arguments. ايش بدي اسوي؟ هاي بدي اعملها زي هيك. تمام، وهذا الانبوت حكينا مش هذا هو اللي بيقيدني، بدي شيء. شايف ايش علم لك؟ علم لك على ان واحد وان اثنين وان ثلاثة. بقول لك هدول مش معرفات، بقول له تقلقش، هدول من وين احنا حنمرر لك اياهم؟ هنا في الدال، ان واحد ان اثنين ان ثلاثة، بس ببساطة. واضح الفرق؟ بدل ما هو input قيدتني بالcommand line interface دائما، تمام؟ رحت عملت لي اياهم وين؟ parameters. هيك بدون استدعاء، لسه بدنا نستدعي، نعمل استدعاء. تمام؟ فهجيت شغل مش حيصير ولا حاجة، ما فيش استدعاء. تمام؟ هجيت احنا ممكن نستدعي، ممكن نستدعي بعدة طرق. شايف وين المرونة؟ المرونة انه انت تستدعي بعدة طرق. ايش الطريقة الاولى؟ انه انت تحط القيم مباشرة في استدعاء الدالة. يبقى هنا largest واقول له جيب لي الاكبر من ثلاثة وخمسة وتسعة. شايف كيف المرونة؟ هاي الطريقة الاولى، بجيب لك اياهم، بجيب لك الاكبر منهم. ايش المفروض يرجع؟ تسعة. هاي بدنا نستدعي بطريقة تانية مختلفة. لاحظ هنا ليش انا بقول لك بدنا نستدعي بعدة طرق. لاحظ هنا فيش الا عندي طريقة واحدة في الاستدعاء، خلاص انا مقيد وين؟ بالكوماند لاين انترفيس. لكن هنا استدعيت وحطيت القيم في الكود نفسه. طيب بدنا نستدعي كمان مرة، بس في هاي الحالة بدنا انه ناخذ القيم هذه من الكيبورد. او ممكن اجي اقول لك هنا انه الاكس بتساوي ثلاثة والواي بتساوي عشرة والزد بتساوي الاكس
زائد الواي، عملت عليهم عمليات حسابية معينة ناقص هي يناقص الواي، تمام؟ وبدنا نشوف مين الأكبر. هذه الطريقة الثانية في الاستدعاء، إنه أنت من خلال متغيرات، هي عرفتهم هنا ماخدين قيم، فبالتالي بدل ما تدخل قيم هنا مباشرة إيش بتدخل؟ متغيرات. يبقى هنا X Y Z. هجيت عشان أنا أشرح لك الإكس والواي والزد، هنا تطلع لي. هجيت أنت لما استدعيت هذه الدالة وديته 3 و 5 و 9، التلاتة لمين بتروح؟ لأن واحد، 5 أن 2، والتسعة أن 3، فبالتالي هنا صار عارف القيم وبقدر يحدد نتيجة الإف، الإف ستيتمنت. وهنا ايش مررناه؟ الاكس وين حتروح؟ لان واحد، والواي والزد قديش قيمهم؟ هايهم قيمهم هنا، الاكس 3 والواي 10 والزد عبارة عن ماينس 7 بالضبط. يبقى 10 و 3 وماينس 7 قديش الناتج؟ 10. هاي النتيجة أو الطريقة الثانية في الاستدعاء. الطريقة الثالثة إنه نأخذ إنبوت من الكيبورد، فبقول له هنا إنه الـ A بتساوي integer input enter A، وهنا B و C. تمام؟ هذول انا من وين اخذتهم؟ من الكيبورد. هذول انا من وين جبتهم؟ في جزء منه اعطيته قيم وجزء انا عملته جبته من عملية حسابية، تمام؟ هنا A B C، يبقى هنا حياخد الانبوت، تمام؟ هنا بدون استدعاء مش حيعمل اشي، هايو مش موجود وشغل. هاي طلع طبعا 9 و10 الاستدعاء الاول والاستدعاء الثاني، هاي A 3 2 او 4 6 ما عملش ولا اشي لانه ما فيش استدعاء. 9 و10 كيف؟ 9 و10 من وين اجوا؟ هايو من الاستدعاء الاول، هذا وهذا. لانه انت بتطبق، تحاول تطبق على الجهاز، ركز معايا وانا حدي لك مجال انه انت تطبق. كيف بدي اخلي المستخدم انه داخل ارقام وهو يطلع له يعني الرقم الاكبر؟ ليش بلزمش؟ هجيت هنا هاي فكيت التعليق، وهنا شوف A B C، هاي حنمرر هنا A B C، شوف كيف هاي A 4 6 9 كيف 9 و 10 مالهم؟ 3 و 5 و 9 مين أكبر واحد فيهم؟ هاي بعديها أنا عندي X بتساوي 3 و Y بتساوي 10 و Z 3 ناقص 10 قديش؟ ناقص 7. يبقى X و Y و Z تعرف قيمهم قديش؟ 3 10 ناقص 7، تمام؟ انت هنا مررت الاكس والواي والزد، هنا انت مررت القيم تبعتهم، فبالتالي الاكس حوين حتروح؟ على ان واحد، والواي على ان اثنين، والزد على ان ثلاثة قيم تبعتها. فهنا ايش حيتمرر؟ ثلاثة عشرة ماينس سبعة. الطريقة الثانية هذه، تمام؟ يبقى 3 و7 وما وماينس 10 مين الاكبر؟ 10. هاي ال10
الطريقة الثالثة انه ايش عملنا؟ دخلنا متغيرات A B C من الكيبورد ومررنا. شفت المرونة هنا في الطرق الاستدعاء المختلفة؟ نعم. يعني هنا انت مررت لي 3 5 9 انه هذه في الكود، لكن هنا انت مررت لي اياهم متغيرات. المتغيرات هذول سواء انت جبتهم من ناتج عملية حسابية او ناتج حساب الضريبة او ناتج حساب اي شغلة معينة، انا ماليش دعوة. المهم انت مرر لي باراميترز، مرر لي متغيرات، اخذت القيم تبعتهم من خلال واجهة HTML برضو بيمشي الحال، اخذت القيمة تبعتهم من جوال برضو بيمشي الحال. تمام؟ اللي بيهمني انه انت تمرر لي متغيرات. هاي مررت لك متغيرات. هنا الحالة الثالثة انه متغيرات مختلفة، بس وين اخذناها؟ من السي ال اي، من الانبوت. منفعش، بقول لك سينتاكس ايرور او تايب ايرور، بقول لك الدالة هذه تاخد 3 باراميترز وانت اديتها 5. منفعش. فهي الدالة هذه، هاي كمان مرة قول له 1 3 5 9 12، هاي 5 ارقام. لاحظ ايش بقول لك؟ الايرور. طبعا الايرور مش هيطلع الا لما تدخل وتنفذ 3 2. ايش بقول لك؟ بقول لك انه هذه الدالة هاي وحطيت لك اياها بين قوسين، طلع على اللوح ايش بتسوي؟ تاخذ 3 arguments ولكن انت ايش مررت؟ 5 were given، تم اعطاء 5 متغيرات ولكن المطلوب 3. تمام؟ واضح يا شباب؟ لا بس عند التعريف. طيب خلينا نتوقف هنا يا شباب، المحاضرة الجاية بديكم مسائل إضافية، تقلقش حرفع لك هي على المودم، حرفع لك. تعال يا دكتور، ممكن يطلب منها مطريقة دكتور تحت والله طيب الآن أنا هيني شايف لما بدي أحل مع الباراميترز، هيني كتبت البرنامج تمام، وصلت أنا لهنا ما بعرفش وين بدي أمرر الباراميترز، أنا ما فهمت الشغل خالص مع التمرير الباراميترز. أما من غير باراميترز هيني خليته هنا وطلع معنا صح؟ هيك من غير باراميترز ارجع بالباراميتر. دور هذا اللي في الباراميتر. أنا وصلت لها. بدي أعمل هذا هي كلها. هاي هذا. وصلت لها أنا لحد الآن من غير باراميتر. لما بتعمل الباراميتر إيش لازم أسوي؟ هنا عرض عن واحد عن نمبر واحد شيل الانبوت. هاي زي هنا. دور نزل نزل. شيل الانبوت. أنا زين. نعم. أشيل الانبوت ثواني بس.